صدمة القيد، مفاجآت الميركاتو، عقد شحاتة، غضب جوميز، وكلمة شرف. بيشرفنا وبينورنا النهاردة مشاركتنا في فقرة الصحافة والأخبار الناقد الرياضي المميز الأستاذ هاني عصام. يا أستاذ هاني منور الدنيا كلها. حبيبي ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ اخبارك كله ايه؟ تمام؟ عامل ايه؟ كله تمام، منور الدنيا، ربنا يخليك. بدايتنا مع صدمة القيد. مشكلة القيد صداع داخل نادي الزمالك. كل فترة انتقالات وكل شهر تقريبا بنسمع عن مشكلة القيد. في عقوبة موجودة بالفعل والناس كلها عارفاها، عقوبة خالد بوطيب. عايز أأكد لك إن خالد بوطيب ربما لا تكون الأخيرة. باتشيكو الحكم فيها خلال أسابيع، ربما كمان خلال أيام حكم نهائي. أيوة. حكم نهائي ما فيهوش استئناف. طيب باتشيكو ما مشيش في عقد الإدارة الحالية لنادي الزمالك، لا. الإدارة الحالية بتدفع فاتورة مجالس وإدارات سابقة. باتشيكو ليه حوالي 500,000 دولار. الراجل طالب بقيمة عقده كامل يعني بما يزيد عن 1,000,000 دولار، يعني حضرتك بتتكلم دلوقتي 1,300,000 1,400,000 دولار. في النهايه مش هياخد المبلغ ده. طيب هياخد ايه باتشيكو؟ باتشيكو لو طلع ضد حكم اداره نادي الزمالك عارفه ان موقفه قوي، الحكم هيكون 600,000 دولار. اقول لك على حاجه بسيطه وتفصيله بسيطه. باتشيكو اما مشي من نادي الزمالك يا كابتن ابراهيم، اتبعت له ميل رسمي ان احنا فسخنا العقد معاك. طيب انت بعت الميل رسمي ده الإدارة السابقه؟ كان اللجنه المؤقته. اللجنه المؤقته مش بتاعت كابتن حسين لبيب، لا، اللي كانت موجوده قبليها اللي هو عماد. طب انت بعت له ايميل رسمي، المفروض انت كنت ملتزم تدفع له قيمه الشرط الجزائي. ما خدش الشرط الجزائي. أيوه. الراجل خد الايميل ده راح بيه للفيفا وبعد كده لمحكمه كاس. خلاص، هو انت موقفك قانوني 100%. معاك ميل رسمي ان انت فسخت عقدك زي خالد بوطيب. من ضمن الكواليس الناس كلها كانت مستبعده ان خالد بوطيب ياخد حكم نهائي. في تفاصيل صغيره يا كابتن ابراهيم بتفرق. خالد بوطيب خد حكم نهائي ليه؟ خالد بوطيب خد حكم نهائي بعت في الملف بتاعه ان انا بعت لاداره نادي الزمالك اللي كانت موجوده ان انا عايز اتعالج، هاجي امتى؟ خد رساله على الموبايل بتاعته. هنبقى نبعت لك. هنبقى نرد عليك. ومعدش رد عليه. احدى المباريات لنادي الزمالك في لعيب لبس رقم القميص بتاع خالد بوطيب. اللاعب خد ده واستند اليه في الحكم. ففي النهايه تفاصيل صغيره هتفرق. قضيه باتشيكو الحكم فيها هيكون نهائي، الحكم في شهر 7. هيكون بحوالي 600,000 دولار. الزمالك هيكون نص الحكم ان الزمالك لو ما دفعش مثلا خلال شهر، خلال 40 يوم هيكون في ايقاف قيد. طب اداره نادي الزمالك دلوقتي انت عندك اوريدي حكم موجود بايقاف كده، هتعمل ايه؟ عندك لعيبه عقودها بتخلص ولعيبه خلاص بتمشي. مظبوط. محمود علاء خلاص رسميا مش مكمل ومش موجود مع نادي الزمالك. محمود علاء كان طلب من فتره، ربما الناس اتفاجئت النهارده، لكن من فتره محمود علاء طلب ان انا عقدي المفروض مع نهايه الدوري. راجل لا، ان انا عايز امشي 30/6، مش هكمل الدوري مع نادي الزمالك، وانا عايز اطلع عشان يلحق فتره القيد في دوريات اخرى. وانت كده كده اوريدي 1/7 خلاص، باب القيد بيفتح في كل الانديه. محمود علاء بالنسبه له، ناس كتير سالت الزمالك الماتشات اللي فاتت كان عنده مشكله في خط الدفاع، ليه محمود علاء كان بعيد يا كابتن ابراهيم ومستبعد نهائي؟ من الاخر يعني جوميز شايف ان محمود علاء ما كانش بيتدرب بجديه. ما كانش بيتدرب بجديه. يعني نصحوه وحاول، يعني عايزك تبقى مش حدة التزام بس، يعني تموت نفسك في التدريب اكتر من كده. ومحمود علاء كان وجهه نظره ان انا مش مكمل. فخلاص مهما عملت انا كده كده مش هكمل. هو بنى وجهه نظره على كده. اوباما برضك، اوباما عندك مشكله ايقاف قيد واوباما عاده بيخلص، هتعمل ايه؟ جوميز وجهه نظره في اوباما ممكن تكون مفاجاه شويه. جوميز قال انا عايز استنى على اوباما شويه. انا ما كونتش وجهه نظر عنه. اوباما بقاله كان فتره مصاب، رجع مش موجود معايا اساسي، في لعيبه موجوده بشكل اساسي معايا، انا عايز اوباما يستنى معايا شويه لحد نهايه بطوله الدوري. هو كان بيقول لسه قدامي 17-16 ماتش يلعب، بعد نهايه الدوري احدد وجهه نظري. فاداره نادي الزمالك في ورطه. انت اللعيبه دي كلها عقودها بتخلص، هتعمل ايه؟ اللعيب اللي جدد خلاص بشكل نهائي ورسمي، مش اتفاق كابتن ابراهيم، رسمي مضى. محمد صبحي. محمد صبحي مضى خلاص، وقع لمده 5 مواسم. كانت جلسه ما بين كابتن حسين لبيب، كابتن احمد سليمان، كابتن حسين السيد. انا بقول لك اللي كانوا موجودين في الجلسه كمان. وقع رسمي. الاعلام بقى ده متروك لاداره نادي الزمالك. عواد قيمه عقده كانت كبيره. طيب في سقف خلاص، اللي هيكمل السنه الجايه في سقف ما حدش هيزيد عنه. عواد شايف ان الرقم اللي انا هاخده نص اللي كنت باخده. يعني لو هنقول مثلا عواد كان بياخد 16 مليون،
فانا اللي هيكمل معايا السنه الجايه 7 8 مليون مش اكتر. أيوة. من كده. عواد بدا يدور على عقود في الخليج. لحد دلوقتي ما فيش عقود جات. طب هل مشكله عواد الاخيره ليها علاقه بان هو يدور على؟ بص جوميز بالنسبه لي ممكن تعمل مشكله بس فنيا انا محتاجه خلاص. ايوه المشكله في عواد عند عواد نفسه مش في الزمالك. عواد عايز يمشي بشكل واضح. انا عواد ممكن تلاقيه منزل صور وجماهير نادي الزمالك وشعار نادي الزمالك لكن على ارض الواقع انت عايز تمشي وبتدور على عواد عشان تمشي. فخليك واقعي مع نفسك. مشكله عواد اللي فاتت دي بسبب كده ان انت خليك انا عايز ايه. لو طلعت قلت انا الاولويه بتاعتي ان انا امشي خلاص. فعواد مشكلته ان هو عايز يمشي. ايوه في عرض موجود في ايديه. لا تمام طلب بره ان هو بعض الوكلاء وبعض الوسطاء لكن ما فيش حاجه جات له.